تاني الشابتر الثالث بيتكلم على الكتريك فيلد دينستي، ولما تذاكر تذاكر كده الكتريك فيلد دينستي جو سلو دايفرجنس، ولما تذاكرهم تذاكرهم على الثلاث اجزاء دول. قلنا يا شباب اول نقطه خالص احنا بنتكلم فيها على الكتريك فيلد دينستي، علشان تفهم معنى الكتريك فيلد دينستي لازم تفهم الاول القوانين هتيجي ازاي. لازم تفهم في الاول خالص قانون فاراداي. قانون فاراداي قلنا العالم فاراداي جاب شحنه، شحنه وحط الشحنه دي يا باشمهندس على انر سفير، شحنه مقدارها بوزيتيف كيو، وجاب يا باشمهندس سفير تاني اوتر سفير وقام جاي مغلفه، والتو سفيرز دول عشان لو رجعت في المراجع هتلاقيه مسميهم هيمسفير، هيمسفير هيمسفير اسمهم هيمسفيرز. جاب الشحنتين دول، شحن الاولى بشحنه بوزيتيف كيو والشحنه الثانيه بعد السكشن يا باشمهندس، والشحنه الثانيه جه يا باشمهندسين قام جاي رابطها بالارض، حاطط سويتش والسويتش ده متوصل بالارض، قام جاي عامل ايه؟ علشان يتاكد ان الشحنه الخارجيه في بدايه التجربه مش عليها اي شحنات، قام جاي موصل الارضي، وبالتالي يا باشمهندس اي شحنه تتكون على الاوتر سفير هتنزل للارض، يبقى معنى كده يا باشمهندس ان مفيش شحنات. وقام جاي فاتح السويتش مره ثانيه، فلما فتح السويتش يا باشمهندس لاحظ ان الكيو اللي جوه انتقلت للاوتر سفير بنفس المقدار ان ماجنتيود but in opposite direction. وده سؤال في الام سي كيو يجي لك، يقول لك هو الشحنه اللي اتكونت على الاوتر سفير كانت مساويه في المقدار والاتجاه؟ كانت مساويه في المقدار والاتجاه؟ لا، ما كانتش مساويه ولا في المقدار ولا في الاتجاه، لا هي مساويه في المقدار but in opposite direction عكسها في الاتجاه. معنى ان الشحنه انتقلت من جوه الى بره، فده معناه ان في مؤثر نقل الشحنه من جوه لبره. المؤثر اللي نقل الشحنه من جوه لبره هو الالكتريك فلكس لاين، خطوط المجال الكهربي. يبقى اذا طلع بقاعده بتقول ان الابساي اللي هي الالكتريك فلكس لاين مساويه الى قيمه الشحنه، مقدار الشحنه. ولكن فاراداي كان غلطان، لان فاراداي طبقا لقاعدته هو جاب هيمسفير، هيمسفير ده يا باشمهندس عباره عن سيرفس، سيرفس. فازاي انت تقول في القانون ان الابساي ايكوال الكيو؟ فجي جاوس قال لك لا، هو طبقا للكلام المتاح او المعروف انت وزعت الشحنه على سيرفس، فده معناه ان انت تشيل الشحنه وتعوض عنها بشحنه سيرفس. معناها يا باشمهندس ان انت بتكامل على سيرفس رو اس في دياس، ده عشان يبقى كلامك مظبوط. وعلشان يطعم الكلام بتاعه كويس فقال لك طيب هو اساسا الشحنه السطحيه دي عباره عن ايه؟ ما هي الشحنه السطحيه دي يا باشمهندس هي عباره عن الشحنه مقسومه على المساحه. حد عنده اعتراض؟ الشحنه السطحيه هي عباره عن الشحنه مقسومه على مساحه معينه. اذا يا باشمهندس لو قسمت الكيو على الاريا هتديك كثافه الشحنه، هتديك كثافه المجال الكهربي اللي هو بيسموه الدي. طب ما هو كمان بيساوي الرؤس، هو كمان عباره عن شحنه متوزعه على سيرفس، عباره عن شحنه متوزعه على سيرفس، فده معناه ان انا اقدر اشيل الرؤس واكتب مكانه الدي، واطلع هنا من قاعده ثانيه بتقول ان الدي بتساوي الرؤس. العلاقه رقم واحد، العلاقه رقم 2، العلاقه رقم 3. لما الدكتور يسالك ويقول لك يا باشمهندس هو الابساي بيساوي كيو، ده اسمه قانون فاراداي. الابساي يساوي التكامل على الاس في الدي في الدي اس، ده اسمه قانون يساوي الرو في الاس. دي العلاقه ما بين كثافه المجال وكثافه الشحنه السطحيه. كثافه المجال وكثافه الشحنه السطحيه متساويان ويقاسوا بنفس الوحده اللي هي كولوم على المتر المربع. الكلمتين اللي قلناهم دول هو ده الالكتريك فيلد دينستي، وهو ده اللي هنحل عليه المساله دي ببساطه شديده. الدكتور هيقول لك في الامتحان اف دي اللي هو كثافه المجال الكهربي تساوي 1 زائد اكس واي تربيع في اتجاه اليو اكس زائد 1 ناقص الواي زد في اتجاه اليو زد، وبعدين يقول لك احسب التوتال فلكس. شفت قال لك ايه يا باشمهندس؟ احسب التوتال فلكس، ما قالكش احسب التوتال تشارج، قال لك احسب التوتال فلكس. وكده كده هو لو قال لك احسب التوتال تشارج عادي، ولكن يا باشمهندس لو بصيت للقانون كويس يعني هو المفروض التوتال اللي هو الابساي المفروض بتساوي الكيو، بس هو لما جه قال لك احسب الابساي، قال لك احسب الالكتريك فلكس عشان يلخبطك وعشان يثبت انه في الشابتر ده الكلمه بتاعت احسب الفلكس او التوتال فلكس دي عشان يثبت لك ان علاقه جاوس هي عباره عن الابساي بيساوي التكامل على السيرفيس دي في دي اس. يبقى كل اللي انت هتعمله يا باشمهندس ان انت بس هتطبق لي موضوع التكامل ده، طبق لي التكامل. طب اطبق التكامل ازاي يا باشمهندس؟ بسيط، تعالى كده نشوف التكامل ده هيتطبق ازاي. المساله دي يا شباب مهمه جدا في جزء الالكتريك فيلد دينستي، فاللي انا بكتبه دي مساله في الشيب بالمناسبه. اول مطلوب انت ما عندكش غير قانون واحد يا باشمهندس، الابساي تساوي تكامل
على السيرفس دي في الدي اس. كل فكرتك يا باشمهندس انك لازم تكون عارف الدي اس بتاعك بيساوي كام. فعلشان كده يا باشمهندس هو جاب لك حالتين، تو كونديشنز. الحاله الاولى بيقول لك ان الاكس بيساوي صفر. انا مش عايز اكمل، مش هكمل. اكس بيساوي صفر دي معناها ايه؟ اكس بيساوي صفر بلين معناها يا باشمهندس ان التكامل بتاعي او الدي اس ده يبقى عباره عن ايه وايه بالظبط؟ واي وزد. يبقى الدي اس بتاعك يا باشمهندس بيساوي واي وزد من اول كلمه. بس المتجه ده هو فانه اتجاه؟ حلو جدا. شوف باشمهندس قال ايه؟ قال في اتجاه الاي اكس. يبقى يا باشمهندسين اول ملاحظه، لما تكتب المساحه دايما، لما تكتب الدي اس دايما لازم تكتب التفاضل اللي انت بتشتغل عليه والدي اس في نفس اتجاه المتجه الثابت. تاني يعني بتكتب الاثنين اللي ما لهمش علاقه بالمتجه الثابت او الاثنين العموديين وبتكتب اتجاه المتجه الثابت. يبقى احنا يا باشمهندس لما نمسك دول كده الاكس بيساوي صفر، ده هو الثابت، يبقى ده هو اللي نكتبه اي اكس، والاثنين العموديين عليه هو الواي والزد. حلو. يبقى بتكتب الاثنين العموديين ومركبه الثابت. يعني مثلا لو انا قلت لك يا باشمهندس الرو بيساوي واحد، يبقى لما احب اكتب الدي اس بتاعه اكتب ايه؟ الاثنين العموديين عليه. مين العمودي على الرو؟ الفاي والزد. وعشان تعبر عن الفاي لازم تحط معاها رو، وهم كلهم في اتجاه المركبه الثابته اللي هو الاي رو. لما اقول لك يا باشمهندس الار بيساوي 2، فلو حبيت اكتب الدي اس بتاعه هكتب ايه؟ ها العمودي عليه دي سيتا والدي فاي الاول عشان ما تتلخبطش، وبعدين لما تحط السيتا حط ار، ولما تحط فاي حط ار تربيع، حط ار ساين سيتا تبقى ار تربيع ساين سيتا، وبعدين هي كلها في اتجاه الاي ار. عشان هتفيدنا بالمعلومه دي شويه. طب يا باشمهندس حلو جدا، يعني طبقا لمعلومتي اللي قدامي دي الدي اس بتاعك هو عباره عن الواي في الزد مضروب في اتجاه الاي اكس. حلو. تشيل يا عم الكلام ده وتكتب هنا واي زد في اتجاه الاي اكس. عوض عن الدي، يلا نعوض عن الدي. واحد زائد اكس مضروب يا باشمهندس في واي تربيع في اتجاه اليو اكس، زائد واحد ناقص واي زد في اتجاه اليو زد. هتكمل كم مره؟ حلو. باشمهندس قال هنكمل مرتين. ادي اول ملاحظه. لاحظ يا باشمهندس ان في هنا يو زد وفي هنا يو اكس وفي هنا يو اكس او اي اكس، مش هتختلف. لاحظ ان وانت بتكامل انت ما بتكاملش اتجاهات، انت بتكامل ارقام. يبقى لازم يا باشمهندس الاتجاهات دي تتلاشى، لازم الاتجاهات دي تتشال اصلا. ما عنديش اتجاهات، انا مش هتعامل بالاتجاهات. الملاحظه الاولى يا باشمهندس ان الابساي بيساوي تكامل على السيرفس دي دوت برودكت الدي اس. الكلام اللي بقوله ده هيحصل في الامتحان، انت هتكامل فعلا مرتين. هتضيع وقت، خد بالك من اللي هقوله، هو مش غلط، صح، كامل مرتين. هتضيع وقت عشان في الاخر هتكتشف ان المركبه دي هتطلع في الاخر بصفر، هيلاشوا بعض، هتطلع بزيرو في الاخر. يعني هتضيع وقت وهتحل في الامتحان وفي الاخر هتكتشف ان هو الناتج على الاولى بس. طب ليه؟ اصل يا باشمهندس القاعده كده، الدي دوت برودكت الدي اس. الدي اس متجه يا باشمهندس، لو تلاحظ في اشاره في متجه، والدي متجه هو كمان، يعني متجه في متجه، هنضربهم دوت برودكت في بعض. ليه؟ عشان لما تقول اي اكس او اليو اكس، في اليو اكس ده المتجه اللي يعدي، اما الاي اكس في اليو زد عمودين على بعض فهيتلاشوا، فانت اصلا مش هتكمل غير مره واحده بس. الملاحظه دي في منتهى الاهميه، اهم من كل اللي فات، لان هي هتريح لك المساله. يبقى معنى كده يا باشمهندس ان الاتجاه بتاع اليو زد ده اصلا مش هتعامل معاه، والاكس في الاكس يروحوا مع بعض بواحد، لان انت لما تضربهم في بعض يبقى معيار الاول في معيار الثاني في كوزين الزاويه ما بينهم كوزين صفر بواحد، ومعاييرهم اصلا بواحد، يبقى الناتج يطلع بواحد. في الاخر يفضل معاك تكامل المركبه دي بس. والمركبه دي يا باشمهندس هتتكامل مرتين، مره على احداث الواي ومره على احداث الزد. احداث الواي انا مديهولك من واحد لاثنين، والزد من واحد لثلاثه.
يبقى كل اللي انت هتعمله يا باشمهندس انك هتكمل الواي وهتكمل الزد. طب الباشمهندس يقول لي ما هو في اكس يا باشمهندس في الموضوع. يا حبيبي ما انا مديك الاكس بتساوي كام؟ صفر. يبقى معنى كده يا باشمهندس ان حتى الاكس بتساوي صفر يبقى الناتج عباره عن واي تربيع بس. خلي بالك المساله بتصفى على كده، المساله بتبقى طويله على الفاضي، طويله على الفاضي. في الاخر شوف التكامل عامل ازاي، واي تربيع دي واي دي زد. يعني لما تكامل يا باشمهندس هيديك واي تكعيب على 3 من 1 ل 2، وبعدين يا باشمهندس هيديك زد من 1 ل 3. عوض يا باشمهندس وطلع القيمه. شكرا. الابساي وحده قياسها كولوم، زيها زي الشحنه، زيها زي الشحنه. اللي ما فهمش دي يفهم اللي بعدها يا باشمهندس. الزد بيساوي 1، ده معناه يا باشمهندس ان الدي اس بتاعك بيساوي ايه؟ الزد هو الثابت، يبقى بيساوي دي اكس دي واي، ها في اتجاه ايه؟ يبقى يا باشمهندس لما احسب الابساي عباره عن تكامل مرتين، مره على الاكس ومره على الواي، طبقا للي قدامك، هكتب انهي مركبه؟ هاخد مركبه الاكس ولا هاخد مركبه الزد المره دي؟ مركبه الزد، لان لما هضرب الاي زد او اليو زد يا باشمهندس في الاكس بعد السكشن، لما اضرب الاي زد في المتجه ده هيتلاشى، انما لما اضرب الاكس في المتجه ده هيعدوا يا باشمهندس. يبقى المره دي هاخد المتجه اللي هناك اللي هو 1 ناقص الواي مضروب في الزد، وبعد كده يا باشمهندس دي اكس دي واي. ها الزد عندك بكام اصلا؟ بواحد صحيح. يبقى معنى كده يا باشمهندس ان الزد مش موجود، يفضل عندك 1 ناقص واي كامل يا باشمهندس. 1 ناقص واي، يبقى 1 ناقص واي لكل تربيع على 2، واقسم على الاشاره اللي جوه تبقى سالب، يبقى 1 على سالب 2. يعني دي لما تيجي تحلها تطلع لك 1 ناقص الواي لكل تربيع على سالب 2، على اساس انك قسمت على 2 اللي انت رفعت في الاس، وبعدين في اشاره سالب جوه بتاعه الواي فقسمت عليها هي كمان. وتعوض يا باشمهندس في احداثيات الواي اللي انا مديها لك من 1 ل 3، ومفيش اكس فتعوض بالاكس زي ما هي من 1 الى 2، وطلع يا باشمهندس الناتج. وشكرا، خلصت المساله الطويله العريضه اللي بتجي لك في الامتحان بالمنظر ده. طبعا يا باشمهندس المساله دي ممكن تصعب. تصعب ازاي؟ ان الدكتور بقى يقول لك يا باشمهندس طب انا بقى هعمل معاك الصح والغلط مع بعض. اللي هو ايه بقى؟ رقم 3 يا باشمهندس، ودي اصعب حاجه ممكن تجي لك في جزئيه حساب الابساي، انه يقول لك الرو بيساوي 1 بس، ويسيبك بقى عيش الحياه. لا كمان علشان يعني يبقى ايه مديك كل حاجه، يبقى الزد كمان من 0 الى 1. ايه رايك دلوقتي يا باشمهندس؟ الدكتور قلب لك النظام كله. النظام دلوقتي يا باشمهندس بقى سلندريكال، والمساله بتاعتك في الاساس معطاه في الكارتيزيان. شوف بقى انت هتعمل ايه في المساله. الاول هتحول الدي للسلندريكال، الاول هتحول الدي للسلندريكال، لازم تحول الدي الاول، تحولها يعني الاول ده يا باشمهندس في الكارتيزيان. روح الاول حول الدي في السلندريكال، لانك في الاساس يا باشمهندس هتتعامل مع السلندريكال دلوقتي. دلوقتي احنا هنتعامل مع السلندريكال، فروح يا باشمهندس حول الاول ده، حول ده هو الاول عند السلندريكال، وهيبقى مديك يا باشمهندس الزاويه اللي هتحول عندها. تحوله بالترانسفورميشن ماتريكس، وبعد ما تحوله بالترانسفورميشن ماتريكس تيجي بقى يا باشمهندس تعوض بنفس العلاقات دي، بس بدل ما بتكامل على اكس وواي هتكامل على رو وفاي وزد. يعني الاول حول المركبه عشان تتعامل معاها يا باشمهندس في السلندريكال، وبعد كده شوف بقى في السلندريكال بتاعك انا بتعامل معاه ايه. ممكن يجيب لك ار فتحولها في السفيريكال الاول، وبعد كده يا باشمهندس تشوف ايه المطلوب مني في المساله. ده كل اللي ممكن يلعب فيه في الجزئيه بتاعت حساب المجال. طيب عمنا جاوس ما قعدش بقى سكت، قال ايه؟ قال طب بما انك بقى عمال تقول لي سطح جاوس وجاوس، وجاوس عمال يقول لي غلفت ومش غلفت وكلام من ده، ظهر بقى جاوس قال لك ايه؟ ايه رايك لو احنا عندنا اي شحنه في الدنيا وحبينا نعمل عليها نفس الكلام اللي عمله جاوس وفاراداي؟ فجاوس قال لك ايه؟ لو انا عندي اي شحنه في الدنيا فانا ممكن اغلفها في سطح، اغلفها في سطح، واقدر اعرف لك قيمه الشحنه اللي جوه دي بمعلوميه الشحنات اللي بتخترق السطح. ايه ده؟ جاوس قال ايه؟ جاوس قال لك انا دلوقتي عندي شحنه مانيش عارف الشحنه دي مقدارها كام، يعني من الاخر جاوس قال لك احنا في الطبيعه ممكن يكون في مكان او حيز معين انا مش عارف شحنته. جاوس قال لك لو انا عندي شحنه انا مش عارفها قيمتها unknown، مانيش عارفها يا باشمهندس. جاوس قال لك ايه؟ قال لك سهل، انا اعرف قيمه الشحنه دي بكام. ازاي يا عم جاوس؟
قال لك انا هجيب اغلفها بسطح. صح، اغلفها بسطح واخد المركبة العمودية على السطح. كل الشحنات اللي هتخرج عمودية او الالكتريك فلكس اللي هيخرج عمودي ده انا هعرف اقيسه باستخدام قاعدة فاراداي. يعني فاراداي قال لي ان اي شحنات او اي الكتريك فلكس بيطلع من عندك انا اعرف اقيسه يا باشمهندس بقاعدة فاراداي. هقيس الشحنات اللي بتخرج دي اللي هو الالكتريك فلكس وكاملها، هعرف اعرف لك قيمة الشحنة اللي جوه دي قيمتها كام حتى وانا مش عارفها. فظهر عندي يا باشمهندس حاجة اسمها سطح جاوس. سطح جاوس، جاوسيان سيرفيس، جاوسيان سيرفيس. جاوس عمل ايه؟ قال لك طب انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ قال لك هو الشحنه النقطيه زي الشحنه الحجميه زي الشحنه السطحيه زي الشحنه بتاعه اللاين كلهم هيتغلفوا بسطح واحد؟ قال لك لا ما ينفعش، لو غلفناهم كلهم بسطح واحد هتلاقي القياسات او حساباتك غلط. واحده واحده بقى معايا واكتب الكلام ده علشان ما تتلخبطش، عشان لما تجيلك المساله في الامتحان تبقى عارف انهي سطح اللي الدكتور مستخدمه. لو شحنه نقطيه بوينت تشارج، السطح المغلف ليها يا باشمهندس هيبقى سفير. الشحنه النقطيه بتتغلف بكوره سفير، شحنه السيرفس، شحنه السيرفس بتتغلف يا باشمهندس لو جيت على السيرفس ده اهو وادي اللاين اهو. شحنه اللاين بتتغلف بالسلندر. سلندر تغلف باسطوانه عشان في مسائل كتيره هتبقى على الكلام ده. والشحنه دي كمان يا باشمهندس بتاعه السيرفس بالكوره. لاحظ بقى عشان الكلام ده هيجي في الامتحان وهتيجي ما انتش عارف انت بتعمل ايه يا باشمهندس، او انت مش عارف بتحل ازاي، او ايه اللي بيحصل اصلا. مساله سطح جاوس برضو من المسائل المهمه جدا في الشباتر او مهمه جدا في الامتحانات. المساله دي مهمه اللي هشرحها من شويه، خاصه الجزئيه يا باشمهندس بتاعه انك ازاي تحول من الى، ازاي يا باشمهندس الاول تعمل خطوه قبل ما تحل اللي هي الخطوه بتاعه التحويل من مستوى الى مستوى، او التحويل من كووردينيت لكووردينيت، عشان تقدر يا باشمهندس تتعامل مع الانظمه الجديده. يعني قبل ما تتعامل مع دي تشوف الاول النظام بتاعك، لو كان النظام في السلندريكال تشتغل على طول، ما كانش النظام في السلندريكال تحول الاول بالترانسفورميشن ماتريكس وبعد كده يا باشمهندس تتعامل. دي اصعب جزئيه ممكن تكون موجوده، وهي مساله واحده في الشيت اللي على الكلام ده، ما فيش غيرها. بعد كده سطح جاوس. طب يا باشمهندس اتعامل مع سطح جاوس ازاي؟ اتعامل مع سطح جاوس ازاي؟ قال لك علشان تتعامل مع سطح جاوس لازم الاول تعرف القوانين يا باشمهندس بتاعه المجالات. لازم تعرف الاول القوانين بتاعه المجالات. الشحنه النقطيه، ادي الشحنه النقطيه اهي، غلفتها بسطح جاوس اللي هو عباره عن كوره. حد هنا دلوقتي يعرف يقول لي يا باشمهندسين قيمه الدي بتساوي كام في الشحنه النقطيه اللي هناك دي؟ قيمة الدي ايكوال كام؟ الدي اللي هو كثافة الشحنة، كثافة المجال. مش قلنا من شوية إن كثافة المجال هو عبارة عن الشحنة على مساحة السطح كيو على الاي؟ قلنا من شوية يا باشمهندس إن الدي بتساوي كيو على الاي. طب الشحنة اللي أنا مغلفها بسطح السفير دي لو أنا حبيت أجيب المجال بتاعها مش يبقى عبارة عن الكيو اللي هي الشحنة النقطية اللي أنت بتغلفها مقسومة على مساحة سطح السفير اللي أنت مغلفها بيه؟ آه. يعني يا باشمهندس اقدر اقول ان الدي عباره عن كيو على مساحه سطح السفير. مساحه سطح السفير مساحه سطح الكره بيساوي كام؟ 4 باي ار تربيع. وبما ان يا باشمهندس الار، الار ده نظام احداثي، مش الار ده يا باشمهندس هو النظام الاحداثي بتاع السفيريكال، يبقى لازم يا باشمهندس يكون اتجاه الدي هو نفس اتجاه الار، يعني هو في نفس اتجاه الاي ار. صح، ده يا باشمهندس الكلام اللي انت بتقوله. جاوس بقى قال لك ايه؟ جاوس بقى ما يعرفش اصلا قيمه الشحنه دي. ده كده صح، ده كده لو انت عايز الدي اقول لك مظبوط انت 100 100، بس اديني قيمه الكيو، انا اصلا ما اعرفش قيمه الكيو. يعني انا اساسا ما اعرفش قيمه الكيو عشان اجيبها. فجاوس عمل ايه بقى؟ قلب المساله بالعكس. هيجيب الكيو بدلاله الدي. هيجيب الكيو ده اللي هو مش عارفها بدلاله الدي.
اللي هو كثافة الشحنة السطحية. طب ازاي بقى يا عم جاوس؟ قال لك سهلة. بص يا عم، مش انت عمال تقول ان الشحنة النقطية ده هي بتاعتك، احنا غلفناها بالسطح بتاعي انا اللي هو الكورة. قال لك اه تمام زي الفل. قال لك طب حلو قوي، انا علشان اجيب الشحنة يا باشمهندس، عبد الطارق قال لي ان لو عايز تجيب الشحنة هي عبارة عن خطوط المجال. وخطوط المجال اصلا بتساوي يا باشمهندس التكامل على المساحة الديل في الدياس. حد عنده اطراف في الكلام ده؟ لا، ده اللي قالوا لي فاراداي وده اللي قالوا لي جوز. انا ما عنديش مشكلة خالص. يبقى انت لو عايز تجيب الكيو هات الابساط، ولو عايز تجيب الابساي هات التكامل على السيرفس مضروب في الديل في الدياس. بس المفروض بقى في تاتش صغير، التكامل على السيرفس بتاعنا ده هو يا باشمهندس بيسموه تكامل سطح جوز. مش تكامل عادي، يبقى تكامل على سطح مغلق. تكامل على سطح مغلق من ضمن صفات سطح جوز ان لازم سطح جوز يكون سطح مغلق. فبيعمل حركه الدايره دي عشان يثبت لك بس ان ده سطح مغلق يا باشمهندس. جاوسيان سيرفس، كلوزد جاوسيان سيرفس، سطح جوز المغلق. ماشي، الدي في دي اس. خلاص انا فاهم يا باشمهندس. لو انا عايز اجيب الشركه دي يبقى يا باشمهندس انا هجيب سطح جوز. الفكره انك ازاي تثبت ان ناحيه اليمين ده هو مساوي ناحيه الشمال ده. يعني لو انت قدرت تثبت ان ناحيه اليمين قد ناحيه الشمال، يعني لو انا كملت وطلع في الاخر معايا كيو يبقى انا كده حل سليم. يبقى انا كده يا باشمهندس ثبت ان القانون جاوب صح 100%. طب اعمل ايه؟ هات يا باشمهندس ناحيه اليمين ده وحاول تثبته ناحيه الشمال. نعمل ايه يعني؟ هات يا باشمهندس ده كده تكامل السطح المغلق، ها؟ الدي في الدي اس. كامل سطح جاوب. طب يلا يا باشمهندس، هو سطح جوس اللي انت غلفت فيه الشحن النقطية كان عبارة عن سطح ايه؟ كورة. يبقى معنى كده يا باشمهندس يبقى تكامل، ها؟ تكامل سطح الكورة كيو على 4 باي، ها؟ 4 باي ار تربيع، هو سطح الكورة مضروب في اتجاه الاي ار. صح كده يا باشمهندس؟ طب خلي مكتوب مضروب في الدي اس. طب هو الدي اس بتاعك يا باشمهندس المفروض يكون ايه؟ ها؟ السالب هنا هو مين؟ السالب هو مين؟ المركبة دي يا باشمهندس مركبة ايه؟ مركبة في اتجاه الاي ار. طالما مركبة في اتجاه الاي ار يبقى لما اكتب المساحة يا باشمهندس هتبقى مساحة ايه على ايه؟ دي اس هتبقى ايه؟ هنحلل بحد دي فاي. دي المركبة الثابتة، ده مركبة الثابت، يبقى مركبة المتغير هي السيتا والفاي. وبما انك عوضت بالسيتا يبقى تضرب في ار، وبما انك عوضت بالفاي يبقى تضرب في ار ساين سيتا، يبقى ار تربيع ساين سيتا دي سيتا دي فاي في اتجاه الايه؟ في اتجاه الار. لما تضرب يا باشمهندس ده هنا الاي ار هتتلاشى، لان هما الاثنين مضروبين في بعض دول برودكت، ويتبقى عندك الحته دي يا باشمهندس اللي هو ار تربيع ساين سيتا دي سيتا دي فاي. هل يا باشمهندس لازم الدكتور في الاثبات ده او مثلا في المساله دي يديك يا باشمهندس حدود السيتا والفاي؟ لا، هو باي ديفولت انا عارفهم. ليه باي ديفولت انا عارفهم؟ السيتا حدود تكاملها من صفر لبار، وده من صفر ل 2 بار. ايه رايك يا باشمهندس؟ بص كده، الار تربيع راح مع الار تربيع. الار تربيع راح مع الار تربيع، حلو جدا. طب يا باشمهندس الكيو على 4 باي تطلع بره، ها؟ كيو على 4 باي تطلع بره، كام يا باشمهندس؟ الساين سيتا تكاملها كام؟ سالب كوزاين سيتا من صفر لباي. تكامل الفاي يا باشمهندس هو فاي من صفر الى 2 باي. يلا عوض كده. سالب كوزاين سيتا يعني سالب كوزاين باي. كوزاين 180 بكام؟ سالب 1 يديك 1 ناقص ناقص يبقى زائد. كوزاين صفر كام؟ 1، يبقى ده يطلع ب 2. والفاي التعويضه بتاعتها ب 2 باي. 2 في 2 باي ب 4 باي، تضرب 4 فاي في 4 باي بقى معاك ايه؟ جاوسيان سيرفس اثبت ان لو انت عارف شحنه المجال او حسبت الشحنه تقدر يا باشمهندس باستخدام سطح جاوس اللي انت غلفت بيه الشحنه انك تثبت ان الشحنه بتاعتك او عرفت ان الشحنه بتاعتك اثبت ان ناحيه اليمين هو ناحيه الشمال بالظبط. وبعد اثبات هذا القانون نقدر بقى يا باشمهندس نتعامل بسطح جاوس. نقدر لو المحلول اداك اي كثافه للمجال تقدر من خلالها يا باشمهندس باستخدام سطح جاوس انك تحسب قيمه الشحنه اللي جوه، وده بيسموه جاوسيان سيرفس او ايه؟ او سطح جاوس. طيب او الكلام ده اساسا لما بيجي لك طبعا الدكتور شايف في الحال يسالك
انت سبقت القانون ازاي؟ لا هو هيسالك في دي القاعده كيو بتساوي اي ساي. خلي بالكم بالمناسبه الدكتور عبد اللطيف قال ان في مثيره في الامتحان هو سؤال على القوانين. يعني ايه سؤال على القوانين؟ يعني يا باشمهندس انت اصلا بتحل، فانت وانت بتحل بتكتب القانون خلاص. هو هيسالك عن القانون هيقول لك يا باشمهندس ده قانون ايه؟ او هيقول لك ان فوق ده قانون ايه؟ او ده قانون ايه؟ قانون ايه؟ طيب الكلام ده يا شباب بيتحول بقى لمساله ازاي؟ المساله دي جت في بتاع 7 8 امتحانات بتتم وفاين نفس الفكره دي بنفس الارقام بنفس كل حاجه. سيرفيس تشارج رويس 1 رويس 2 رويس 3 شحنات تطبيق او شحنات سيرفيس هي ثلاث شحنات 8 و13 ورويس 6. رويس 6 دي يا باشمهندس اللي هي انا مش عارفها شحنه انا ما اعرفهاش هي بتيجي بس انا ما اعرفهاش ازاي. او خد بالك ان في يا باشمهندس شحنه انت ما كنتش عارفها ما انتش عارف يبقى يا باشمهندس بشتغل في جو سلو انا ما اعرفش الشحنه. في المقابل هتلاقي الدكتور وهو بيديك او هو عايز يقسم الشغل هتلاقيه بيديك مجال او بيديك كثافه ركز معايا ويز ديستانسز رو بيساوي 2 سم يعني الشغل اللي هي راس واحد محطوط على مسافه 2 سم والرو 3 سم ودي 5 سم ماشي هنفهم دلوقتي احسب الرو 6 لما يكون الدي بيساوي صفر عند الرو اكبر من 5 ايه ده بقى؟ اولا باين خالص ان دي سطح جاوس خلي بالك في المساله الدكتور مش هيبقى سطح جاوس خالص هتفهم منين؟ تفهم ان الدكتور عايز يحسب حاجه شحنه من مجال من كثافه مجال او عايز يحسب شحنه من كثافه مجال شحنه من كثافه مجال. طب الكلام ده عامله ازاي؟ ده صح جوه تعمله ازاي؟ بص يا باشمهندس اول حل المسائل دي اهو تعالى كده عشان تحل المسائل ازاي. واحد حدد سطح جوس لان تحديد سطح جوس يا باشمهندس هو اللي هيخليني الدنيا كلها. لو حددت سطح جوس غلط بالسلامه راحت المساله. احدد سطح جوس ازاي بقى؟ بمعلوميه المسافه المعطاه. لو لقيت المسافه المعطاه رو يبقى السطح بتاعك سلندر اللي انت هتغلف بيه. لو لقيت المسافه بتاعتك ار يبقى السطح اللي انت هتغلف بيه سطح سفير مش هتغلف معاك اكتر من كده. لو لقيتها ار هتغلف بكور. لو لقيتها رو هتغلف بسلندر. بص كده رو بيساوي 2 رو بيساوي 3 رو بيساوي 4 يبقى غالب ايه؟ ليه بقى الكلام ده؟ لانك يا باشمهندس لما تكتب القانون بتاع الكيو اللي هو بيساوي الابساي اللي هو تكامل على السطح المغلق بتاع جاوس هنا انت هتكتب دي في الدي اس. فلو انت غلفت بسطح غلط يا باشمهندس الدي اس دي هتبقى غلط السلامه راحت خلاص الدي اس بتاعتك كانت السلامه كده مع نفسك بقى عيش. فمعنى كده يا باشمهندس ان اساسا القانون بتاعي هيبقى بايظ مش هعرف اجيبه الدنيا باظت. يبقى في الاساس هتغير سطح جوس مظبوط عشان تعرف تعوض عن الدي اس. وادي يا باشمهندس سطح جوس حددت سطح جوس اه رقم الدين يا باشمهندس عوض في القانون اللي مفيش غيره بالمناسبه قانون مفيش غيره اهو ما عندكش غير بتاع سطح جوس بس خلي بالك من سطح جوس يلا عوض ونشوف مين اللي معاك مين اللي مش معاك. هتعوض يا باشمهندس عن الكيو طب هي الكيو بتاعتك يا باشمهندس عباره عن شحنه مطاطيه ولا شحنه سيرفس ولا شحنه واي ولا شحنه فوليوم ولا شحنه كده بالظبط؟ طيب يا راجل شحنه سيرفس الفهم دي في الجروب على نفس الرابعه اذا يا باشمهندس الكيو بتاعتك ركز بقى ركز معلش عشان خاطري بس في النقطه دي وبعد كده خلاص الكيو الشحنه المعطاه الشحنه خد بالك بقى يا باشمهندس عشان ده ربط مع شطر اثنين الشحنه المعطاه في راس المساله الشحنات المعطاه شحنات سيرف الصح اللي ما تنفعش تبقى كيو. شفت اول مشكله ده اول مشكله ما ينفعش تبقى شحنه مقاطعيه لان الشحنات المعطاه سيرف اذا يا باشمهندس من ناحيه الشمال ده عباره هو كمان عن تكامل على سيرفس الرو اس في الدي اس اللي بالك ولا اول عامل في المساله ايه ده؟ شوف الناحيه الثانيه هيتعامل ازاي شوف هنا وهنا يبقى شوف الدنيا بقى في تكاملين في المساله بس هو مش تكاملين هم يلاقوش بعض دلوقتي بس ركز معايا الاولاني من ناحيه الشمال ده علشان النقطه المعطاه شحن سيرفس فعشان كده عوضت السيرفس وخلي بالك مش في سطح مغلق انا ما عوضتش هنا بدايره لانك لو عوضت الدايره يا باشمهندس يبقى انت فرضت ان الاثنين اللي ناحيه اليمين والشمال سطح جاوس لا الدايره دي تعبر عن سطح جاوس ده كده جاوس انما يا باشمهندس ده كده الشحنه بتاعتي انا بس كانت نقطيه فحولتها الى شحنه ايه سيرفس
طب ما تيلا الشحنه بتاعتك السلف ازاي يا باشمهندس؟ مين السابق؟ مين السابق؟ شو من ده عند روب 2 وروب 3 وروب 5 يبقى مين السابق؟ الروب. يبقى اذا يا باشمهندس الناحيه الشمال ده السابق هو الروب. اذا الدي اس بتاعتك يا باشمهندس عباره عن ايه؟ دي 5 دي زد، وبما ان 5 متعوض عنها برو في اتجاه الاي رو. كده كده اتجاه الاي رو اصلا هو اتجاه الاي رو، فخلاص يا باشمهندس يبقى هي دي بس كده. يبقى انت لما تعوض يا باشمهندس هتكامل مره على الفاي وهتكامل مره على الزد. حلو كده؟ هتكتب يا باشمهندس الرو اس بتاعتك مضروبه يا باشمهندس في الرو دي 5 دي زد. ده اللي ناحيه الشمال. طب اللي ناحيه اليمين يا باشمهندس؟ ها؟ ناحيه اليمين سطح جاوس. طب هو سطح جاوس يا باشمهندس المفروض الدي الدي بتاعك الدي دي مش المفروض يا باشمهندس ان السطح اللي انت غلفت بيه ده عباره عن سطح اسطوانه؟ مش سطح جاوس اللي انت غلفت بيه من شويه هو سطح اسطوانه؟ ايوه. وبما انه سطح اسطوانه يا باشمهندس يبقى مين الثابت؟ مين الثابت؟ الرو برضه. انت مختار ان سطح جاوس اسطوانه يبقى الثابت هو الرو. يبقى معنى كده يا باشمهندس ان ناحيه اليمين برضه تكامل على الفاي تكامل على الزد رو. خلي بالك رو دي رو او دي فاي دي زد مضروب في الدي. تاني علشان المسألة دي لو فهمتها هتحل المسألة رقم 3 و4 و5 بالشيء اللي هم نفس الفكرة بالمناسبة بس بيغلب بأصل مختلفة. تاني يا باشمهندسين اللي اتعمل ناحية الشمال ده اتعمل على الشحنات مش على سطح جاوس. يعني ناحية اليمين سيبك ناحية اليمين بس سطح جاوس سيبك منه دلوقتي. أنا كل اللي أنا عملته ناحية الشمال إن بدل ما كانت الشحنة نقطية اتحولت إلى شحنة سيرفس. بما انك في شطر اثنين يعني ناحيه الشمال ده هو شطر اثنين، شطر اثنين كان لما كانت الشحنه سطحيه كنت بتكامل على سطح السيرفس تضرب رو اس في تشوف مين الثابت. وبما انك يا باشمهندس هكتبهم لك عند الرو اذا الرو هو الثابت فعشان كده يا باشمهندس انت كتبتهم رو رو حتى هو بدل رو يبقى رو. وهنا الفاي والزد هم اللي مختلفين فكملت على الفاي والزد. خلي بالك مش شروط تكامل مش شروط دلوقتي. حلو جدا. ناحيه اليمين بقى هو شطر ثلاثه جاوس. جاوس قال لك ايه؟ شوف السطح اللي انت غلفت بيه، يعني النقطة رقم 2 أو ناحية اليمين ده معتمد على رقم 1، أنت لما غلفت غلفت بشكل إيه؟ اسطوانة. وطالما اسطوانة يا باشمهندس يبقى الثابت هو الرو، وطالما الثابت هو الرو فأنت هتعمل برضه رو دي فاي دي زد مضروبة في الدي، لأن هنا في دي، أنت كمان على السطح بس. حاجة رفيعة. إيه هي بقى؟ الرو اللي هنا مش الرو اللي هنا. ليه بقى؟ الرو اللي هنا مش الرو اللي هنا. ها؟ لفوق بقى ونصحى. الرو اللي هنا يا باشمهندس بتاعت الشحنات. اما الرول هنا يا حبيبي بتاعت سطح جاوس. هناك فرح شاسع. عشان هتيجي في الامتحان تقوم جاي مطير الروم عفوا السلام كام سنه خلصت؟ الرول هنا وانت عرفنا لنفسك كده بحط دايما وانا بحل عليها ستار ستار نقطه عشان تعرفني ان دي شحنه سطح جاوس. معنى الكلام ده ببساطه شديده يا باشمهندس عشان ما تتوهش ان لو انا عندي الشحنه الاولى بالمنظر ده ولو انا يا باشمهندس عندي الشحنه الثانيه بالمنظر ده ولو انا يا باشمهندس عندي الشحنه الثالثه بالمنظر ده فسطح جاوس اهو يا باشمهندس المغلف فيهم كلهم. يبقى الركع ده غير ده غير ده غير ده. يبقى معنى كده يا باشمهندس ان الرول اللي جوه دي بتاعت الشمال ناحيه الشمال اما ناحيه اليمين بتاعت سطح جاوس اللي بيغلفهم كلهم. فالرو غير الرو. الرول هنا غير الرول هنا. حلو يا باشمهندس. بص بقى معايا ها في حدود التكامل؟ يبقى الحدين يروحوا مع الحدين. حلو؟ والدي فايد زد تروح مع الدي فايد زد. يفضل معاك ايه يا باشمهندس؟ يفضل معاك الرو اس خلاص؟ في الرو تساوي الدي في الرو ستار. ايه رايك؟ انا كده طلعت من التكامل. من التكامل يا باشمهندس فضل معاك ان الرو اس في الرو مضروبه في الدي في الروستر. فاضل بقى يا باشمهندس ببساطه شديده انت كده مشروع يعني تعوض بقى شوف ايه اللي معاك وايه اللي مش معاك. ها يلا شوف ايه اللي معاك ومش معاك. الدي بكام؟ الدي بكام؟ يبقى معنى كده الناحيه اليمين ده تساوي كام؟ طب الناحيه الشمال يا باشمهندس ها الرو لا الرو ده الرو اس في الرو انت عندك كام شحنه؟ عندك كام شحنه؟ كام شحنه؟ الشحنه الاولى 8 وموجوده عند كام؟ والشحنه الثانيه سالب 12 وموجوده عند 3 والشحنه الثانيه المجهوله عند 4. يعني بتعوض في القانون يا باشمهندس هتكتب ايه؟ 8 في 2 بس عوض طبعا باشارات يعني عوض بالحدود بتاعتك دي 8 كولوم دي بالسنتي تضرب في 10 68 مش فارقه
حلو 8 في 2 في 10 سوانس 2 عشان احولها للمتر ها زائد يا باشمهندس ها اضرب في اللي بعدها سالب 12 في 3 حاضر يبقى سالب 12 في 3 في 10 سوانس 2 ها زائد رو اس اكس مضروبه يا باشمهندس في 4 في 10 سوانس 2 بيساوي صفر مين المجهول؟ شوف يا باشمهندس المجهول هنا رو اس اكس بتساوي كام عوض يا باشمهندس طلع كام رو اس اكس اوكي خلاص